الناس اللي بتعاني من الحبوب وآثار الحبوب والبقع البني اللي بتبقى من الحباية واللي بشرتها بتبقى ملتهبة، أو الحباية كمان بتبقى حمرة كده وبتخلينا نهرش كتير في البشرة بتاعتنا أو في الجسم بتاعنا، هقول لكم على طريقة بتقضي على الحاجات دي كلها. هي ايه؟ بزيت حبة البركة. بس أهم حاجة زيت حبة البركة يكون بيور، لو مش بيور مش هتلاقوا نتيجة خالص. بنعمل ايه بقى؟ بناخد معلقة صغيرة من زيت حبة البركة وبضيف عليها معلقة صغيرة من العسل الأبيض، وبعد ما عملنا الماسك ده بنحطه على بشرتنا، واحنا بنحطه بنلف بإيدينا كده بطريقة دائرية لمدة دقيقة أو دقيقتين، وبعد كده بنسيبه لمدة ربع ساعة على البشرة بتاعتنا. وبعد كده بعد ما نسيبه بنشيله بقى بالمية الباردة عادي، وبعد كده بنرطب بشرتنا بأي مرطب. استمريتوا عليه هتلاقوا إزالة رهيبة للحبوب، مش هتطلع تاني، والبشرة الملتهبة هتهدى. لأن على فكرة زيت حبة البركة البيور مش عايزة أقول لكم تحفة، مفهوش أي ضرر، بالعكس ده بيهدي البشرة. لو البشرة ملتهبة، لو البشرة فيها حباية بتبقى الحمرة دي الملتهبة، بيهديها كويس جدا وبيشيل الحبوب وآثار الحبوب، وبيشيل كمان البقع البني اللي بتبقى من سبب الحباية. والماسك ده بنستخدمه من مرتين لثلاث مرات في الأسبوع. الماسك ده بقى بيقضي على الحبوب وآثار الحبوب والبقع البني وحروق اللي سببها الشمس، يعني الحروق اللي بتبقى في بشرتنا والجروح اللي بتبقى في الجسم. تحفة تحفة تحفة. وكمان ان هو بيقضي على الهالات السوداء اللي بتبقى تحت العينين، يعني لو استمريتوا عليه والله هتدعولي من اول نتيجة، هتلاقوا مفعول رهيب. وفي طريقة تانية كمان، ان احنا ناخد بس زيت حبة البركة بدون اضافة اي حاجة، بنحطها على بشرتنا ونقعد وندهنه كده لحد لما نحس ان البشرة بتاعتنا اتشبعت من زيت حبة البركة، وبعد كده بنسيبه لمدة 10 دقايق على بشرتنا وبنشطفها عادي. الطرق اللي انا قلتهم عليها الاتنين دولت تحفة جدا للهالات السوداء. الناس اللي بتعاني من هالات السوداء بيقضي عليها، بيقضي على الحبوب نهائيا، ما تخليهاش انها تطلع تاني. هو مطهر للبشرة وللجسم وللجروح كمان اللي بتبقى في الجسم او في الوش او الوجه. يعني ده الوصفة دي مش عايزة اقول لكم يعني جمالها قد. والناس كمان اللي بتعاني من الصدفية اللي في الجسم، اللي بتبقى في الركبة او في الايدين او اي مكان في الجسم، هقول لكم على طريقة هتقضي على الصدفية نهائي برضو بزيت حبة البركة البيور. اهم حاجة لازم زيت حبة البركة يكون بيور عشان نلاقي نتيجة معانا مفعولة. بناخد شوية في قطنة وبنحطها على الصدفية بالظبط، ونسيب القطنة اللي فيها زيت حبة البركة على الصدفية لحد لما تمتصها كويس جدا. دي اهم حاجة، لان الصدفية بتكون طبعا حواليها حمران كده وبتبقى ملتهبة وبنهرش فيها جامد جدا، فهي محتاجة زيت حبة البركة بيون بدون اضافة اي حاجة. وعلشان نقضي على الصدفية نهائي لازم نعمل الطريقة دي 3 مرات في اليوم. استمرتوا عليها هتقضوا على الصدفية نهائي. والطرق اللي انا قلت عليها اللي قبل كده لو استمرتوا عليها هنقضي على كل الالتهابات اللي بتبقى في البشرة. جربوها وهتدعولي ومش هتندموا.